المترشحون لرئاسيات 29 من يونيو يواصلون سباقهم إلى دخول الرئاسة من تاريخ انطلاق الحملة يوم الجمعة الماضي وحتى اليوم. يحاول كل منهم التعبئة والتحسيس لنفسه وإقناع جمهوره ببرنامجه الانتخابي والتصويت لصالحه. فعل غرار الرئيس محمد ولي الشيخ الغزواني وزعيم المعارضة حمادي سيد المختار والبرنمالي والناشط الحقوقي برام الداع عبيد واصل البقية أنشطتهم. ثمن مدينة العيون قال المترشح محمد رمين المرتجي الوافي إن موريتانيا تتمتع بالكثير من الخيرات المنهوبة غير الموجهة إلى الشعب، مما أدى إلى هجرة غالبية الشباب بحثا عن عيش كريم. وأضاف أن الشعب آن له أن يعي صعوبة الظروف التي يعيشها من تردي خدمات الصحة والتعليم رغم تعاقب الأنظمة. وفي أكجوجت قام المترشح أوتاما سومالي بجولة تعبوية ذكر فيها أن البلاد تمتلك من الموارد والإمكانيات ما يؤهلها لتكون من أغنى الدول، وتحدث عن غياب الخدمات الأساسية في المدن الكبرى كالماء والكهرباء، واعدا بحل تلك المشاكل وبأنه سيستغل تجربة 25 سنة في الطب لتشخيص أمراض البلاد وعلاجها وفق تعبيره. وفي نواكشوط انتقدت حملة المترشح العيد والمحمد في بيان صادر عنها ما أسمته الإشارة الصاخب، متهمة القائمين على حملة أحد المترشحين بإطلاق ألعاب نارية قوية صاحبتها انفجارات أثارت الرعب في وقت متأخر من الليل. ودعت حملة المحمد سلطة الإشارة إلى تحمل مسؤوليتها في هذا المجال ووقف كل المخالفات المتعلقة به. فيما تعهد المترشح بوكاربا أمام أنصاره في نوادبو بالعمل على خلق دولة ديمقراطية وإحداث تغيير جذري يفضي إلى بناء دولة قوية ينعم فيها المواطن بالأمن والاستقرار مهما كانت خلفيته وعرقه. وتحدث عن إصلاحات في مجال ملكية الأراضي وتقاسم السلطة والثروة.